في الحقيقة فرقة المعتزلة الكلامية اللي ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في البصرة في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي لفترة طويلة من الزمن، اختلف المؤرخين في سبب ظهورها، لكن الرؤية الشائعة هي اعتزال واصل بن عطاء مؤسس الطيار مجلس شيخه الحسن البصري بسبب حكمه بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. وبتقول الرواية أن واصل ابن عطاء لم ترقه هذه العبارة، وقال أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر. وبسبب الإجابة دي اعتزل مجلس الحسن البصري وكون لنفسه حلقة دراسية طبقا للرواية، ويقال أن الحسن البصري أطلق عبارته الشهيرة اعتزلنا واصل. ومن اللحظة دي تبنى طيار المعتزلة خمس أصول للاعتزال: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنركز على أصل المنزلة بين المنزلتين اللي يخص مناقشتنا. المعتزلة شافوا إن من شروط الإيمان هو اجتناب المعاصي والكبائر من الذنوب، وبالتالي مرتكب الكبيرة بيصبح خارج من الإيمان، لكن طالما انه لم يقر بالكفر فهو ليس بكافر. ومن هنا اطلقوا عليه فاسق ووضعوه في منزلة بين منزلتين، منزلة المؤمن ومنزلة الكافر. القاضي ابو الحسن عبد الجبار قاضي قضاة المعتزلة في عمله الاهم والاشهر شرح الاصول الخمسة قال: فاعلم ان المكلف لا يخلو اما ان تخلص طاعاته ومعاصيه او يكون قد جمع بينهما، وإذ كان قد جمع بينهما فلا يخلو إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه أو يزيد أحدهما على الآخر، فإنه لابد من أن يسقط الأقل بالأكثر، وإن شئت أوردت ذلك على وجه آخر. فقلت: إن المكلف لا يخلو إما أن يستحق من أحدهما أكثر مما يستحق من الآخر، ولا يجوز أن يستحق من كل واحد منهما قدرا واحدا، وإذا استحق من أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالأكثر ويذول. وهذا هو القول بالإحباط والتكفير، ويسمى إحباطا إن تأخرت المعصية، وتكفيرا إن تأخرت الطاعة. في الشرح ده عبد الجبار بيوضح فكرة مهمة عند عدد كبير من أئمة الطيار المعتزلي، وهي فكرة الموازنة. فيها تصور أفعال الفرد بتقاس بوحدة قياس ثابتة من الثواب والعقاب بيتم الموازنة بينها. فمثلا لو أتى الفرد بعشرين وحدة من العقاب وعشرة وحدات من الثواب، بموازنتهم يسقط عشر وحدات من العقاب مقابل عشر وحدات من الثواب، وبالتالي إن رجحت كفة العقاب أصبح في وضع التكفير، أما لو رجحت كفة الثواب أصبح في وضع الإحباط. الإسلام تبنى فكرتين أساسيتين لخروج العصاة من جهنم والعقاب الأخروي: العفو الإلهي والشفاعة النبوية. في مسألة العفو الإلهي، أئمة المعتزلة بصريون وبغداديون اتفقوا على عدم جواز العفو عن مرتكب الكبيرة سمعا، لكن اختلفوا في جواز العفو عقلا. البصريون جدلوا إن من مبدأ الإحسان أن يعفو الله عن العصاة وإنه ما يعاقبهمش، ولكنهم أخبروا إنه سيوقع عليهم العذاب ما استحقوا. أما البغداديون جدلوا إن إسقاط العقاب لا يحسن من الله، بل يجب عليه أن يعاقب العصاة، واستدلوا بعدم الجواز بكون العقاب لطف من الله، واللطف يكون في أبلغ الحالات، وذلك لا يكون إلا وإن كان العقاب واجب. القاضي عبد الجبار كبير أئمة البصريين رد على أئمة البغداديين في شرح الأصول الخمسة بأن العقاب حق الله على الخصوص، وإسقاطه أو إبقاؤه حق خالص لصاحب الدين الله في هذه الحالة. في حالة الشفاعة كان في إجماع على إن نبي الإسلام له شفاعة ثابتة للأمة، الاختلاف كان في من تثبت به الشفاعة. المعتزلة جدلوا إن الشفاعة تكون للتائبين من المؤمنين لأن الشفاعة عندهم كانت لزيادة المنافع. القاضي عبد الجبار جادل: إن شفاعة الفساق
الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا تتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله، فكما أن ذلك يقبح فكذلك هاهنا. وبالتالي رأى المعتزلة أن مرتكب الكبيرة غير مشمول بالعفو الإلهي ولا بالشفاعة النبوية، وأن ثواب طاعاته محبطة بالكبائر اللي ارتكبها في الدنيا، وبالتالي لا يبقى له إلا أن يكون مخلدا في النار، أو زي ما قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة: إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، ويستحق العقاب على طريق الدوام. واستدل المعتزلة بعدة أدلة على خلود العصاة في جهنم، منها أدلة عقلية دليل المنع عن الاستحقاق والتفضيل لمرتكب الكبيرة، اللي جدلوا فيها إن الفاسق لو خرج من النار لابد إنه يكون حيدخل الجنة، لأنه مفيش حالة وجودية تانية في الآخرة غير الجنة والنار، لكن دخول الجنة يتم وفقا لحالتين، إما متفضل عليه، والأمة الإسلامية اتفقت على إن المتفضل عليهم حالات معينة، الأطفال، فاقدي الأهلية العقلية إلى آخره، أو إنه يدخل الجنة مثاب، وده أمر غير منطقي لأنه غير مستحق طبقا لمنطق الموازنة، والإثابة غير استحقاق، ليست من العدل في شيء، وبالتالي قبح، والله لا يفعل القبيح. الدليل الثاني هو عدم اجتماع استحقاق الثواب والعقاب. الإمام فخر الدين الرازي شافعي المذهب أشعري العقيدة في أحد أقيم مصنفات علم الكلام الأربعين في أصول الدين جادل بعدم جواز اجتماع استحقاق العقاب والثواب، لأن الفاسق بفسقه يستحق العقاب، الأمر اللي يبطل ما استحقه من الثواب، ده لأن العقاب مضرة خالصة دائمة والثواب منفعة خالصة دائمة والجمع بينهما محال، فإن ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق الثواب. أبي الحسن علي الأشعري اللي كان على مذهب الاعتزال ومن تلاميذ أبي علي الجبائي حتى 40 من عمره، اللي إلى أن ترك الاعتزال وأعلن توبته ومال إلى أهل الحديث متبعا المذهب الشافعي في الفقه، وأسس مذهبه اللي سمي بالمذهب الأشعري فيما بعد، ومن أهم الأسماء اللي كان لها دور قوي في صياغة أفكار المذهب البقلاني، حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، الفخر الرازي، التفتزاني وغيرهم، أجمعوا على إن الإيمان هو التصديق القلبي، زي ما أقر القاضي الأشعري أبو بكر البقلاني الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة في أهم أعماله: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، وقال: واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق، واعلم أن محل التصديق هو القلب. ومن هنا ذهب الأشعرة لأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، عاص بفسقه، أما في قضية العفو الإلهي أجمعوا على وقوعه، مستدلين بجواز كون العقاب حق من حقوق الله فيحسن إسقاطه، وإن فيه نفع للعبد من غير ضرر لأحد، وأيضا أجمعوا على ثبوت الشفاعة النبوية لأهل الكبائر. وبالصورة دي جادل الأشعرة أن مصير موت مرتكب الكبيرة بلا توبة مسألة غير قطعية، يجوز فيها العفو أو العقاب، إن شاء الله عفى وإن شاء عذب، وإن عذبهم لا يتركهم في النار أبدا، لأن الخلود الأبدي في جهنم لا يكون إلا للكفرة، وحجتهم زي مجادل الرازي في 40 في أصول الدين: إن مرتكب الكبيرة قبل أن يكون مستحق للعقاب كان من أهل الثواب بحكم إيمانه وسائر طاعاته، وبالتالي استحقاقه للعقاب لا يزيل ما استحق من الثواب، وهكذا وجب أن لا يكون عقابه دائم. التيار السلفي المقصود به تاريخيا هنا الجماعة اللي ظهرت في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحنبلة، وزعموا ان جملة آرائهم تنتهي الى الامام احمد بن حنبل اللي احيا عقيدة السلف وحارب دونها، ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري على ايد شيخ الاسلام ابن تيمية اللي شدد في الدعوة السلفية وكون مدرسة فكرية انتمى إليها أسماء سلفية مثل تلميذه ابن قيم الجوزي والصفريني الحنبلي
إلى أن أعيد إحياء التيار السلفي بقوة مرة تانية في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري على إيد محمد بن عبد الوهاب، السلفيون وعلى رأسهم شيخ الإسلام أقروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن، نظراً لأن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأقروا أيضاً بالعفو الإلهي والشفاعة النبوية. وجادل ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ولا يخلدونه في النار زي ما قالت المعتزلة. ده بالإضافة لأن مازال في جدل على رأي ابن تيمية في قوله بفناء النار وانقطاع عذاب الكفار ودخولهم الجنة اللي نسبه إليه تلميذه ابن قيم الجوزي في كتابه حادي الأرواح، الأمر اللي دفع العديد من الدارسين لاعتبار ابن القيم ومعلمه شيخ الإسلام ابن تيمية اعتنقوا رؤية شمولية يونيفرساليزم مبكرة فيها من غير الممكن أن الفرد يظل منفصل أبديا عن الله وبالضرورة الكل ناجي بعد التطهير من المعاصي والخطايا. لكن البعض الآخر اعترض على التوصيف ده ووضع الأمر كله محل النزاع التاريخي والفكري اللي بيتخطى موضع بحثنا.